صحة شيبتكم وربي يتقبل صيامكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث نقياس. من طلب العلا سهر الليالي، وإحنا برشا من تلامذتنا والطلبة متاعنا يسهروا الليالي صحيح، أما مش باش يقراوا وينجحوا، ولكن باش يسهروا في القهاوي ويلعبوا الكارتة للصباح، وكيجي وقت الامتحانات يعديوا بصحة البدن وبراس خالي من العلم، والوالدين يصرفوا من دم قلبهم ولا حد من الصغار متلفت لهم والا همهم حالهم. غريبه وعجيبه انه التلامذه ولاو كارهين القرايه حتى من السنه الاولى، وحتى اللي يحب يعاقب ولده وما لقاش كيفاش يعمله يعيط عليه ويقول له قوم اقرا على روحك، وهو ثم عقاب اشد من هكا. وحكايه هروب التلامذه من القرايه ونوادرهم مع الامتحانات والاجابات اللي ما عندها حتى علاقة بالأسئلة هي حكاية طويلة وعريضة. وصلوا الأساتذة توا تلقاو عندهم تجارب وأحداث صارت مع التلامذة تستحق تتسجل في الكتب وتقعد شاهد لا يقرأ لا يكتب للأجيال القادمة. ومن نوادر هذه حكايتنا لليلة، خلينا نتبعوا مع بعضنا شنو اللي صار فيها ومن بعد نرجعوا ونكملوا حديثنا. ارشم عندك ماشي ماشي العب 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 وانت قاعد كده حس العب هبط لودا يا الولاد يا اخي مش كانوا عندنا دفار غدوه ايش تحكي يا اخي نعديه احنا غدوه خرج باللي جاد وليده طلع بلا ايش هاي جاي حي باي الله يرحم اللي قال تلقى الزهر والترب لا تبدل لا بشقاء ولا بتعب صحي تخلينا نلعبوا ميدا هذا ده ملعبه بتاعك مش عندي ولا كام ده هات خو درش مرش مرش انا نعم هيا سيدي هيا هيا بده دبشنا نمشي نعملوا قهوه الواحد يعمر الطاسه طق وبعد يحل الحلال هيا سيدي هيا هيا ثمانية درجي نعديو ثمانية يا تحربت يا تفيق تفيق ثمانية درجي انتو ما عادش وقت علينا تقوم اوه تشبيك تساعة على الصباح هادي قلت لك ثمانية درجي ما عادش يدخلونا انتو تفيق على دفوار تقوم لا صح حس خلينا نرقد خلينا نرقدو مستانس عبدتي بالنوم وتكركي يا ودي ما نحبش ندوم يا سنة نحب ننجح انا ما نحبش نخسر عمر حياتي تقوموا عاد وقت عارك هو اتصرفوا وشوفوا حل حل ما عنديش حل يقوموا خلوا في حل الحل عندي البروف ناس طيبة شوفوا له اي كذبة فماشي يعودوا لدفوار زعما تقول انت بربي ترى انا حله بلاي اسكت انت اسكت ولا ارقد عندك حاجة اخرى لا هكا هو بلا باهي هات هاتك التليفون عندي نمرة طالتي هاتي يا رب يستر يا رب شو؟ بروف وي 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 وي
صباح النور يا مسي، على السلامة. اي هذا هو عرفني من اي نتاع البريميراني، البريميراني قاعدة البريميراني. نعرف عندنا دفور اليوم، نعرف اي. اما هيك علاش كلمتك؟ ما نجمناش نجيو. لحظة مسي، ما هو حبيت احنا البارح نريفزو انا والولاد، شو انت العادة والليلة كاملة احنا نريفزو. اي تعبنا بالريفزيون. كي قمنا الصباح احنا خارجين بالكهرباء والعجلة فلقت. انا غير ما تعرف يسكن بعيد ما نجمناش نجيو. اي حبيت نقول لك تلزمش تعمل شي هكا مزية علينا ما نسالكش طول عمرك. اي تعادلنا الدفوار. تصورش قد حاش منك امسي. اي تعادلنا الدفوار. غدوة تلزمش غدوة. غدوة الصباح. يعيشك امسي. يعيشك امسي. غدوة الصباح ان شاء الله تلقانا اول وحيد. ان شاء الله امسي ان شاء الله. ربي يخليك امسي يعيشك. الحمد لله. نرجع نرقدوا؟ يا ودي ارقد. في شبات عميق ان شاء الله. صباح الخير يا سيدي. مرحبا. السلام عليكم. صباح الخير. مرحبا بك. تفضل. صباح النور. صباح الفل. هاي كل واحد يقعد في بلاصه. يا سيدي هذم مش باتوا يسهروا ويلعبوا وما حضروش امتحاناتهم برك، اما زادوا في غلطهم وكذبوا على استاذهم باش ياجلوا امتحاناتهم، والاستاذ فهمهم وعرف كيفاش يحصلهم وكشف الكذب بتاعهم. المشكل انه برشا ناس ماهيش مصدقه انه حبل الكذب قصير، والدين متاعنا نهانا على الكذب وجا فيه من القران والسنه ما ينبهنا ويعلمنا ويدلنا على عواقب الكذب وآفاته. من ذلك ما قال رسول الكريم صلى الله عليه وسلم في صحيح بخاري ومسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وللأسف الكذب في مجتمعنا اليوم ولا عند برشا ناس موضة وقتها ما يفاش، والكذب ولينا نشوفوه عند صاحب الصنعة وعند بايع السلعة وعند السياسي وعند المواطن العادي وعند اللي قادم على العرس وعند المعرس. وذراعك يا علاف اكذب عليا ونكذب عليك، ولا تذيني ولا نذيك. واحنا نقولوا في أمثالنا الشعبية: إذا الكذب نجي الصدق أنجى وانجى. وشنو اللي أحلى من الصدق والأمانة؟ وبالمناسبة الفرق بين الصادق والكاذب هو بالضبط كي الفرق بين المتقي والمنافق. وفي تتمة للحديث النبوي اللي قلته الساعة، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. معناها بالعربي الكذب ثنية لجهنم والعياذ بالله، والصدق ثنية للجنة. والصدق يقوي ثقة الناس بيك ويخليهم يحبوك ويعطيوك أسرارهم، والصدق يبارك في الرزق ويزيد فيه. ولازم اللي يخدم في التجارة يراعي ربي في خدمته وما يبداش يحلف بالكذب باش يبيع سلته، على خاطر الله منه يصبر على قلة المال في الدنيا خير له من شدة العذاب في الآخرة. وربي يهديني ويهديكم للخير إن شاء الله. حديثنا قياس وفال الليلة، نتلقاو غدوة الليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. صباح الخير وليلتكم زينة.